السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل المحاضرات الخاصة بموضوع Image Process، حيث سنتطرق في هذا اليوم إلى موضوع من مواضيع Image Histogram، وهو Histogram Equalization، مع ذكر مثال حول هذا الموضوع. ما هو Histogram Equalization؟ هو تقنية شائعة تستخدم لتحسين مظهر الصور سيئة أو ذات اللو كونتراست من أجل الحصول على صور جيدة من حيث المظهر. وهذه الطريقة تشبه إلى حد كبير طريقة الهيستوغرام ستريد، وهي اللي تم عملها وشرحها في محاضرة سابقة. في الهيستوغرام كولايزيشن، هذه التقنية يتم جعل الهيستوغرام مسطحا قدر الامكان او يحتل مساحه كبيره، مع الاحتفاظ بالشكل الاصل للهيستوغرام. هذا العمل يمكن ملاحظته من خلال المثال التالي ومن خلال الصور التاليه التي توضح اليه عمل الهيستوغرام ايكولايزيشن، وهي من خلال 4 مراحل. هذا المثال يوضح آلية العمل وخطوات العمل والنتائج التي تم الحصول عليها، حيث لدينا صورة كل بكسل يتألف من 3 بتات، بالتالي أن كل بكسل بإمكانها تمثل 8 تدريجات لونية من 0 إلى 7. بعد إجراء الهيستوغرام أو حساب عدد تكرار كل تدريجة لونية، حصلنا على الجدول التالي، أن التدريجة 0 تكررت 10 مرات في هذه الصورة، تدريجة 1 8، تدريجة 2 9، إلى التدريجة 7 تكررت مرتين. آلية العمل على هذه الصورة اللي تم الحصول على ذكر تدريجاته وتكرار كل تدريجة، الخطوة الأولى إجراء عملية جمع لهذه العناصر run summation، بحيث أن التدريجة الأولى تبقى كما هي. أما الخطوة الثانية فتشمل مجموع الأولى زائد الثانية، أما الثالثة فهي مجموع تدريجات 3 الأولى، أما الرابعة فهي مجموع تدريجات 4، أما الخامسة فهي مجموع تدريجات 5، وهكذا إلى أن وصلنا التدريجة الأخيرة تمثل مجموع كل التدريجات. هذه المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية أو الخطوة الثانية فتشمل إجراء عملية Normalized، وذلك من خلال إجراء عملية قسمة لما تم الحصول عليه في المرحلة الأولى على المجموع النهائي اللي هو 51، أي أنه 10 مقسوم على 51، 18 على 51، 27 على 51، إلى أن نصل إلى الأخير. المرحلة الثالثة هي تقسيم. بعد إجراء عملية التقسيم، إجراء ضرب بالرقم 7، وكما نلاحظ 10 تقسيم 51 ناتج القسمة مضروب بالرقم 7، وإجراء تقريب إلى أقرب عدد صحيح. كذلك التدريجة الثانية 18 تقسيم 51 ناتج القسمة مضروب في 7، مع إجراء تقريب إلى أقرب عدد صحيح، وهكذا بقية التدريجات. أي ما تم الحصول عليه في المرحلة الثانية تجري عملية القسمة، ومن ثم الضرب في الرقم 7، وإجراء عملية تقريب إلى أقرب عدد صحيح. المرحلة الرابعة إجراء عملية مابينج بين الأوريجينال فاليو، قيم الأصل، تدريجات الأصل، وتدريجات أو النتائج يتم الحصول عليه بالمرحلة الثالثة، أي أن الزيرو أصبحت تقابل 1، 1 أصبح يقابل 2، 2 أصبحت تقابل 4، وهكذا مع بقية التدريجات. الصورة التالية توضح تنفيذ هذا العمل أو هذه الطريقة، حيث نلاحظ الصورة الأصل وكيف أصبحت بعد إجراء الهيستوغرام إيكولايزيشن عليها، كذلك الهيستوغرام الأصل وكيف أصبح مسطح قدر الإمكان، ومع الاحتفاظ بالشكل الأصل، إن الشكل الأصل مشابه له، مع الاختلاف فقط في أنه بالنتيجة مسطح قدر الإمكان أو يحتل حيز أكبر من المكان.
شكرا للانتباه والإصغاء، نلتقي في محاضرة أخرى إن شاء الله.